هنالك عدوان أمريكي بريطاني على اليمن، وكان من نتائج هذا العدوان البريطاني الأمريكي أن الحضور الشعبي الذي رأيناه اليوم الثاني لبداية هذا العدوان على أبناء الشعب اليمني، كان هنالك حضور شعبي قوي، وكان اليمنيون في حالة من الفرح لما رأوه من مواجهة مباشرة مع الكيان الغاصب والأمريكي والبريطاني. نعم. العدوان هذا أثر على أبناء الشعب اليمني لأنه أكسبه اليوم تعاطف الكثير من المتعاطفين والمؤيدين للقضية الفلسطينية، وكسب رصيدا كبير من المتعاطفين والمؤيدين على الصعيد المحلي والدولي. قام أبناء الشعب اليمني بالبذل والعطاء، وهنالك اليوم تحشيد لمعركة الفتح الموعود بصورة لم نراها في الأيام السابقة.